للحديث أكثر عن المساعدات التي قدمتها هيئة علماء المسلمين بالتعاون مع منظمة أم القرى للنازحين في مخيمات عملية الفلوجة، ينضم إلينا عبر الهاتف من الأنبار المنسق العام لمنظمة أم القرى الدكتور عبد القادر محمد. دكتور عبد القادر محمد، بداية مرحبا بك. بالتعاون مع هيئة علماء المسلمين قدمتم في منظمة أم القرى في العراق، قدمتم مساعدات للنازحين في مخيمات عملية الفلوجة. هل حدثتنا أكثر عن تفاصيل هذه الحملة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا. في الحقيقة تأتي هذه الحملة في ضمن سلسلة من الحملات التي أعدتها منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية في جميع مخيمات النزوح في مختلف المحافظات التي تشهد وجود لمخيمات النازحين. وهذه الحملة الأولى كانت بالنسبة لمحافظة الأنبار في عملية الفلوجة، في مخيمات عملية الفلوجة، جاءت للتعاون مع القسم الإغاثي لهيئة علماء المسلمين لتقدم السلات الغذائية المختلفة، تضمنت مواد غذائية مختلفة على العائلات الموجودة في هذا المخيم، وشمل التوزيع في هذه الحملة الأولى 300 عائلة نازحة موجودة في هذا المخيم. وهناك سلسلة إن شاء الله سيتم تغطية جميع المخيمات والعائلات الموجودة في داخل محافظة الأنبار، وكذلك في المحافظات الأخرى في المحافظات. هذه الحملة دكتور يعني ليست الأولى على مخيمات عملية الفلوجة، كيف تبدو أوضاع العائلات النازحة في هذه المخيمات والتي دفعتكم لإطلاق هذه الحملة؟ الحقيقة أوضاعهم مأساوية يعني، ولا سيما هم الآن في بداية شهر رمضان، وبارك تزداد حاجتهم للمواد الغذائية وتزداد حاجتهم للدعم والوقوف معهم. هم بحاجة إلى المواد الغذائية يعني، وإن كان هذا شهر رمضان يشهد زيادة في نسب الإقبال للمحسنين المتطوعين، ولكن تبقى أعدادهم يعني كثيرة، وما يصلهم إلا قليل حقيقة المواد الغذائية التي يحتاجونها خلال شهر رمضان المبارك. شهر رمضان والمعروف أنه شهر الإحسان و شهر الصدقات، ولكن تبقى حاجه كبيره في الخيام مهما يقدم لهم ومن مواد غذائيه وغيرها، لكن تبقى حاجه كبيره، فمعاناه مستمره لاكثر من 7 سنوات يعني، بعض العائلات اكثر من 7 سنوات ما زالت موجوده في هذه المخيمات، وارتفاع درجات الحراره وفي فصل الصيف ومع شهر رمضان المبارك يعني الحقيقة معاناة كبيرة، ولا يمكن لأحد أن يقدر يعني حجم المأساة إلا من يقف ويشاهد بيوم عينيه هذه العائلات والأطفال والنساء في هذه المخيمات البانية التي لا تقيهم حر الصيف ولا يصلهم إلا القليل من المواد الغذائية. لذلك يعني هم معاناة كبيرة. دكتور، الظروف الاقتصادية التي يمر بها العراق، كذلك الظروف الصحية التي يعيشها العراق، إلى أي مدى أثرت على أوضاع تلك العوائل في رمضان؟ بالتأكيد هذه الظروف تأثرت سلبا على أحوال النازحين، حيث قلة ذات وقلة الإمكانيات، لا يصل هذه العائلات إلى القليل، فانقطاع الحصة التموينية لفترات أشهر طويلة، كل ذلك يؤثر سلبا في وضعهم الذي يعيشونه. كذلك الظروف التي يمر بها البلد ايضا هذا يعكس يعني سلبا على جميع المواطنين، ولا سيما هؤلاء النازحين الذين كما قلت هم في الصحراء في خيام النزوح، تكون معاناتهم بالتاكيد اكثر، ولذلك هم يعني دائما ما يناشدون و يطالبون بوقوف معهم ودعمهم وتقديم المساعدة لهم في هذه الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها. نعم، هل هناك حملات أخرى لاحقة مستقبلية تنوون تنفيذها؟
بالتاكيد كما ذكرت قبل قليل، نحن خلال شهر رمضان المبارك تزداد يعني حقيقه النشاط المنظمه والتعاون مع الكثير من الجهات الاغاثيه العامله في الساحه، ولا سيما القسم الاغاثي هيئه علماء المسلمين. فتعاون مستمر، ولدينا سلسله من الحملات في مختلف مخيمات النزوح، او سواء كانت في بعض الاحياء الفقيره في مدينه الفلوجه وفي اطرافها، وكذلك في المحافظات الاخرى الشماليه في صلاح الدين وفي اربيل وفي الموصل. ان شاء الله الايام القادمه والاسابيع القادمه ستشهد المزيد من الحملات الاغاثيه لدعم المحتاجين وكذلك الناجحين. نعم. نشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد القادر محمد من الأنبار المنسق العام لمنظمة أم القرى.